الله، عشان هيك ما بيقدروش يتركوها. لازم دايما تكون يس طبعا فيها. أحبتنا مشاهدي نورسات الفضائية ونورسات الأردن على صفحتنا، أسعد الله مساءكم. اليوم نعدكم بحلقة مميزة، فضيفنا ضيفكم شخصية
رافق عظماء، رافق منارتين. الأولى غابت ولم ينطفئ نورها وما زال وهاجا. الأولى، المنارة الأولى هي الحسين الذي انفطرت قلوبنا عندما ودعناه، وضيفنا شاهد على ذلك اليوم. والمنارة الثانية التي اقترب منها ضيفنا هو عبد الله الثاني الحاضر فينا، ضيفي من جيل من جاهدوا الجهاد الحسن، إنه الجنرال الوفي صاحب سيرة وقورة بهية رصينة رزينة، ابن بيت طيب وابن عشيرة كركية، بل أيضا وأيضا أردنية كريمة. عرفنا وجوها منها ووجها في الوطن وفي تاريخ الوطن والهاشميين. ضيفنا شخصية فيها نقاء منذور للوطن، بل من الذين ظلوا في كل مواقع التي تبوأها ظل منذورا للوطن. نستضيف في هذا المساء شخصية فريدة وهامة، ضيفنا يشكل حالة وطنية، إنه الباشا حسين ابن الباشا ابن رئيس الوزراء الأسبق المرحوم هزاع المجالي. أهلا بك سيدي. أبونا أول شيء مساء الخير وكل الخير والبركة بوجودك يعني، وكل الشكر لنورسات، إن كان نورسات العالمية أو نورسات الأردن. وبمسي بالخير على إخواني وأخواتي إن كانوا في الصباح في الولايات المتحدة، ولا إن كانوا ليلا في أستراليا، مهما كان التوقيت فسلام الإنسانية عليكم جميعا. سلام يا سيدي. فأولا أشكرك للمقدمة، أدعو الله أبونا أن أكون حقا قد ارتقيت لما تفضلت فيه، وأستحق الإطراء اللي تفضلت فيه. وبإذن الله هسا أنت حشرتني، يعني الآن بدنا نعطي شيء ممتع وشيق، لأنه وعدتم بشيء ممتع وشيق. أنا بقول نخلي آخر عشر دقائق برنامج مصارعة بيننا وبين البرنامج. نعم سيدي. بس بما أنه هو رجل دين وقور الله يبارك، أجل وأحترم، فرح يطحني بالأرض ويلعث على بطني وأنا أظل ساكت. سيدي أنت تنقلت يعني في كثير من المواقع. أنا أريد أن أبدأ إذا سمحت، يعني أنت كنت عسكريا. نعم سيدي. وانتقلت من العسكرية إلى الدبلوماسية. نعم. كيف هي الدبلوماسية أن تكون سفير لمدة 5 سنوات في دولة شقيقة، بعد كل هذا الوهج العسكري، أن تذهب إلى مجال الخدمة الدبلوماسية وأن تكون سفير لجلالة الملك في دولة، يعني هذه هل كانت القفزة سريعة غريبة بدها أقلمة؟ قفزة زي هاي تبعت الزانة يعني. نعم 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 كبير. شوف سيدي، أول إشي أنا دخلت الكلية العسكرية عمري 17 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، تخرجت وعمري 21 في 81، دخلت في 77 تخرجت في 81، والتحقت بصفوف القوات المسلحة من تاريخه، وخدمت في القوات المسلحة والحمد لله لغاية عام 2003. الخدمة في القوات المسلحة هي تأسيس لكل شيء ليس فقط للعسكرية، وخاصة عندما يتقدم الضابط في الرتب
تؤهلك المؤسسة العسكرية، إن كان في كلية القيادة والأركان أو في كلية الحرب أو كلية الدفاع، نعم، للقيام بواجبات خارج النطاق العسكري المألوف. ولكن كان في هناك مرحلتين، ثلاث مراحل رئيسية. أول شيء مرافقتي للحسين العظيم رحمة الله عليه لمدة طويلة، فكنت ترى ديناميكية العمل السياسي الدبلوماسي مدرسة يومية، علما أنت لا علاقة فيها، أنت فقط شاهد. نعم. يعني أي واحد كان في منصبي وبيقول لك أنا ساهمت، لا، أنت فقط شاهد، تراقب لا تشارك، تعطي رأيك يمكن في شغلة ولكن فيما بعد، ولكن ليس محبب أيضا. نعم. والمرحلة الثانية بمعية جلالة الملك، أنا ترى استمريت مع جلالة سيدنا الله يطول عمره الملك عبد الله حفظه الله، استمريت معه بحدود 11 شهر في خدمته يعني. نعم. فأيضا تعلمت. أنا بيتي المباشر سياسي. نعم. فأيضا فالانتقال لم يكن غريبا من الصفر إلى المية. نعم. يعني كان من 40 من 50، ولكن بالنسبة إلي نعم. حقا كان قفزة. نعم. قفزة بالظلام. نعم. وأيضا كنت محظوظ جدا حيث ذهبت إلى مملكة علاقتها ممتازة جدا مع المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن امتداد لها وهي امتداد لها. نعم. نعم. مملكة البحرين الشقيقة. نعم. وجلالة الملك حمد أيضا رعاني هناك، فسهل علي المهمة، فهي يعني كتلة حظوظ ونعمة وبركة من رب العباد ومن خير الهاشميين أعطتني النفس للانطلاق. عندما عدت من البحرين، نعم، إلى عمان، تبوأت موقع مدني، موقع أمن. نعم. الأمن. نعم. إحنا عم نطلع الآن على تحقيق الهدف والغاية التي من أجلها يعمل الأمن العام. هل اختلف هذا المجال؟ شوف يا سيدي، أولا يعني أنا فعليا أنا أنهيت من البحرين بعد ما بلشت في الأمن العام، يعني خدمت في الأمن العام أسبوعين. نعم. وبعدين عدت إلى مملكة البحرين وودعت ورديت. نعم. ورديت رجعت، لأنه رجعت يعني زي ما تقول غادرت يوم السبت واستلمت يوم الأحد. نعم. جهاز الأمن العام جهاز نقي يعمل ليل نهار، للأسف في بعض الأحيان يساء أو تأخذ عنه فكرة من القلة غير إيجابية، لأنه واجبه إنفاذ القانون. نعم. هو اللي بده يوقفك، هو اللي بده يعطيك مخالفة سير، هو اللي بده إذا عليك قضية يجلبك إلى القضاء، هو أبو البحث الجنائي، هو أبو مكافحة المخدرات، هو فيعني ما بتتعامل معاه إلا معظم الوقت عندك مشكلة. أنا دائما بقول الأم العام مع الإنسان قبل أن يولد، عندما تذهب والدته إلى المستشفى مسؤول عن المرور أو إذا كان بإسعاف. نعم. الدفاع المدني جزء منه وصلك، حتى بعد موتك، من قبل مولدك وبعد موتك الأمن العام حاضر. الأمن العام حاضر. نعم. نعم. الأمن العام حاضر. فهذه مهمة الأمن العام. أنا حاولت جهدي أبني على ما أنجز من قبلي وأنجز الكثير. هذا كرم. لا، كرم. أنجز الكثير، وأهم شيء أنجز في الأمن العام الحديث، خلينا نقول. نعم. الأمن العام الحديث. نعم. اللي هو تحسين البيئة في مراكز الإصلاح والتأهيل، كانت هي هذه خنجر في خصرة الأمن العام. نعم. دائما المملكة من منظمات حقوق الإنسان وكذا وكذا. نعم. تنتقد. نعم. مراكز الإصلاح والتأهيل. فلذلك من سبقوني
حقا قاموا. يعني لما استلمت الأمن العام المشاكل كانت قليلة جدا. فقط ما عليك إلا التحديث. نعم. ترقيع إعادة بناء ما في. نعم. تحديث. ولكن للأسف أنا وزملائي في الجهاز كضباط وضباط صف وأفراد لم نستطع القيام بما حلمنا به. والسبب بذلك إنه أنا استلمت في شهر 5 شهر أيار ب 2010. نعم. وفي نهاية السنة مع بداية العام اللي بعده تحديدا ب 7/1. نعم. بلش الربيع العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية. نعم. ولكن سبقه في ديسمبر ونوفمبر بلش في بلاد عربية، فبلشنا نجهز بالخطط. فهذا رمانا عن سكة التحديث اللي كنت التحديث يعني. نعم. والله والله يا واليوم اللي جمعنا في هذا المكان الطاهر ما كان عندك شرطي واحد تقدر توديه دورة أو تقدر توديه تدريب. جهاز الأمن العام مستنفذ كامل. نعم. النوم يلا يلا كان الناس تلحق. بتحس باشا إنه الناس ما مش عارفة لحد الآن هذه يعني تفاصيل وأعباء اللي بيقوم فيها الأمن العام. تستغرب إنه في الربيع العربي. نعم. لما كانت كل شعوب المنطقة تقوم ضد منظوماتها وخاصة المنظومة الأمنية. نعم. كان المجتمع الأردني بكل أطياف وبكل. نعم. ألوانه وبكل منابته وأصول داعم لجهاز الأمن. نعم. 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 يعني هم يحزنوا علينا ويجوا يدارونا ويواسونا. يعني شوف المواطن الأردني من شتى المنابت والأصول نشمي على أصوله. كون صادق معه بيجيك طيبه. والله والله برجع بعيد بهذا اليوم بحضرتك أبونا. نعم. عفوا يا سيدي. إنه يعني اللي أنا لمسته كان هناك احترام وتقدير للجهد اللي قام في هذا الجهاز. ترى مدير الجهاز في هذاك الأوقات يعني لا يحدث فرق كبير. من يحدث فرق كبير هو الشرطي اللي بالشارع والضابط الصغير. هذا تواضع؟ لا 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 لا. نعم. هو اللي أنت بتقدر تعطي أي أمر بدك إياه، بس الأمر في أداة نفذه. إذا الأداة اللي نفذته اللي هي براعة الضابط الصغير والشرطي وضابط الصف إذا لم ينفذوه على أكمل وجه فلا فيك ولا بالأمر. نعم نعم. فحقا يعني كل الإجلال والإكبار لكل شرطي ودركي ومخابراتي، لأنه كان في هناك تنسيق عالي. نعم نعم. وطبعا كلنا تحت مظلة القوات المسلحة، وإحنا تجاوزنا هذه المرحلة بهذا التلاحم. وأنت شاركت معنا أبونا، شاركت معنا بكثير من الفعاليات. نعم سيد. نعم سيد. نعم. كثير من الفعاليات. نعم. باشا إحنا أنجزنا في الأردن واجتزنا تلك المرحلة. نعم. شو أبرز الـ الـ الأسباب والعوامل التي اعتمدناها إحنا، يعني الرؤية الهاشمية القيادة شغلتين رئيسية. نعم. أو ثلاث شغلات رئيسية. نعم. وعي الشعب الأردني. ثانيا قيادة مستنيرة محترمة من الشعب وللشعب. قديش الفترة اللي انتو كان فيها زخم هذا العمل؟ يعني تقريبا كم شهر، كم في سنة؟ يمكن أكثر من سنة. أكثر. هل واجهتم يعني بعض المواقف اللي كان فيها هناك استفزاز للشرطي لرجل الأمن؟ نعم. في بس أبونا بدي أكمل النقطة. نعم. الثالثة. نعم. مؤسسات الدولة. نعم. عملت بتناغم، وهذه مهمة جدا.
تناغم. نعم نعم. وكان عندها وعي كبير لما قد يحصل إذا أردت أن تعالج الحاضر بأدوات الماضي. فالحمد لله. أما بالنسبة للسؤال يعني الاستفزاز بيكون لما تقوم بواجبك نعم على أكمل وجه ويحدث خطأ ما نعم. لا علاقة لك به نعم وتتحمل مسؤوليته من الألف إلى الياء. على سبيل المثال كان هناك اعتصام كبير مسيرة تنتهي باعتصام يوم جمعة من الجامع الحسيني حتى أمانة عمان وإحنا قمنا بحراسة المسيرة وكذا وكذا وكان في خطوط حمراء لا تجاوز لها نعم. كان في شكاوي من إخواننا الصحفيين إنه مرات ما بنعرفه ابعد كذا طبعا في حرارة الاحتكاك نعم. أخوك ما تعرفه قدامك المهم فاقترحنا عليهم وزعنا عليهم فستات مشان صحافة نعم. صار في احتكاك كبير نعم. تتذكرها اسمها كان قضية المنقل وقتها يعني أيوة قاعدوا يعلقوا عليها نعم صحيح اللي ما بيعرفوا الناس انه بهذيك الفترة انطعن شرطي. انا لما زميلي انطعن جنبي واحنا احتراما وتخفيفا لحدة الاحتكاك الشرطة كانت طالعة بدون سلاح وبدون ادوات حماية وبدون عصا حتى لئلا تثير الذعر والفزع في الطرف المقابل. الطرف المقابل أبنائنا من هم يعني. طبعاً صحيح. أهلنا. فدز من هون دز من هون اثنين من إخواننا الصحفيين زي الباقي يعني شرطة انضربوا متظاهرين انضربوا من الصحفيين والله تأذوا لله وللتالي. نعم. بس ما قصدنا. فكل العالم تهمونا انه احنا لبسناهم بالفستات مشان يكونوا هدف مشان واضح طبعا هذا كلام غير كلام غير واقع يعني انت فخور بالفترة التي تجاوزتها الدولة الأردنية بهذه الحكمة والانضباطية احنا تجاوزنا يعني اختبار صعب شوف سيدي فخر لا حدود له في هذه المرحلة نعم وأنت طلبت أسلوب تعامل رجل الأمن بدقيقة من أسلوب عمل إلى أسلوب عمل آخر مغاير نعم وتجاوب وأدى الواجب نعم هذا بفرجيك رجل الأمن انتماء للوطن فهموا لرسالة القيادة انتماءه للقيادة حبه لهذا التراب وإخلاصه والضمير والانضباطية والتدريب والتجهيز كل هاي دخلت مع بعض يعني كثير من الدول اللي الله ينقذها جميعا آمين الآن كانوا كلهم يقولوا ديروا بالكم بدكم شيء منا ديروا بالكم على حالكم لأنه كانوا يعتقدوا إنه هذه الدولة الصغيرة غير قادرة طلعوا ما بعرفوش من هو الأردني صحيح ما بعرفوا من هو الأردني مملكة المئوية ما بعرف صحيح معاليك أنت انتقلت يعني من جهاز الأمن العام أنت تبوأت منصب وزير الداخلية نعم حقيبة الداخلية نعم وين وجدت نفسك أكثر بالأمن العام
ولا بوزاره الداخليه؟ هسا بزعلوا علي زملائي بوزاره الداخليه بس يعني اين وجدت حسين باشا المجاري اكثر 100% بالقوات المسلحه والاجهزه هيك الدم الجينات يمكن يعني امس نعم امس بالتحديد نعم كان يوم الوفاء المتقاعدين والمحاربين القدامى. انا بدي امر عليه هذا الحكي مع علي امبارح. فانا كان لي الحظ ان ذهبت الى مكانين، مكان في الصباح ومكان في الظهيره. كنت في قياده الحرس الملكي الخاص. انت استلمت قائد لواء مش قائد لواء؟ نعم. نعم. وفي الامن العام. يعني حسيت حالي فوق السحاب، مع اني انا مدعو زي الشرطة اعتزاز زي العريف بالحرس الملكي. انا وياه واحد، احنا كلياتنا خارج العمل، ولكن الاعتزاز بالنفس. محاربين قدامى انتم؟ مش محاربين قدامى، ما زلتم محاربين. احنا متقاعدين. مش محاربين قدامى، احنا متقاعدين. يعني الكلام عن وزارة الداخلية بس ممتعة كانت. نعم. حقا ممتعة. بدي أتوقف هون معاليك. معك أنت كنت وزير داخلية بال 2014 13 ال 15 بال 2014 كانت زيارة الحج البابوية الرابعة، بابا فرانسيس. بابا فرانسيس أنت كنت وزير داخلية وتعبت. أنا كنت مسؤول. ممكن أسأل سؤال؟ أنا أسندت لي أمن البابا. لو أسندوا إلي أي أمن الناس تاني كان سهل. أنت سئلت في تلك الفترة في لقاء مع صحفية نشمية أردنية هي نوف الور، عملت معك لقاء وسألتك كم عدد القوة المسؤولة عن حماية قداسة البابا؟ أجاوبك شو جاوبتها؟ نعم بدنا المتابعين يسمعوها. نعم قلت لها 7.5 مليون حرس البابا اليوم. نعم صحيح. اللي هم تعداد الشعب الأردني. هذولا هي الوحدة اللي شاركت في حراسة البابا فرانسيس. نعم 7.5 مليون أردني، وهو كان ضيف جلالة الملك وضيف 7.5 مليون. والله وحياة الله لو كنا روحنا نعم وظل البابا لحاله يمكن كان انبسط أكثر. يعني مقولة الأمن والأمان عندنا الآن، أنت خارج جهاز الأمن العام وخارج جهاز الداخلية، بس الأمن والأمان يعني هو إنجاز أردني، وهو إنجاز يعني يكرس كل يوم، وهناك حرص لأنه هذا مطلبنا وهذا حاجة. يعني إحنا بنحس إنه من أمن يعني على أمواله وعلى حياة. الآن أنت خارج الأمن، بتحس إنه هذا الحراك السياسي يعزز هذا الأمن، أو الأمن هو اللي بيسمح للسياسة إنها تكبر، خاصة في ضوء ما تعيشه المملكة الآن بعد المكرمة؟ شوف سيدي، أول إشي أنا بدي أروح معك على مجلس الأعيان، بدي أقول استغفر الله العظيم من كلمة أنا، ولكن أنا عملت وزير داخلية وأحمل رتبة فريق أول وكنت قائد للحرس الملكي. في أي دولة ثانية حتى بعد ما تغادر المسؤولية كان هسا معي مرافقة سيارتين. سأل الإخوان اللي استقبلوني على الباب، سيارتي أنا بسوقها وصفيتها، الحمد لله كانوا تاركين لي مصف يعني الإخوان. نعم بس كنت لو ما لقيت مصف بمشي لك 100 متر و200 متر و300 متر. أول شيء هذا دليل على وضع المملكة، بس مثل ما بديش أعزي لأي إنسان. جلال سيدنا الله يطول عمره أول بارح نعم راح على منطقة كل يوم فيها اشتباكات. نعم صحيح. العسكر حملوه على كتافهم. نعم والله مو الحرس الملكي. لا 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 والله العالم كله. نعم صحيح صح. بس كل اللي هناك كانوا حرسوا
كل اللي موجودين كانوا يحضرون. ننتقل الى اذا اردت ان تتكلم عن الامن الشامل وليس فقط واجب الاجهزه الامنيه والقوات المسلحه، عندك استقرار سياسي، عندك استقرار مجتمعي، عندك استقرار اقتصادي. يمكن احنا شوي اقتصادنا ليس في صعوبة، ليس كما نرغب. نعم طبعا نعم. ولكن الاقتصاد في العالم كله صعب. نعم الاقتصاد في العالم كله صعب. فيعني الأوراق النقاشية لجلالة الملك، رسائل تكليف رؤساء الوزارات، خطب العرش، استحداث اللجنة بأمر من ملكي وبضمانة ملكية، نعم لجنة تحديث المنظومة السياسية، المنظومة السياسية نعم، ورسالة جلالة الملك في عيد 60، بارك الله في 60 عام. يا أخي جلالة الملك بقول لك انطلقوا كل يوم أيام الربيع العربي وبعض الفترات بعد، إصلاح بدنا إصلاح بدنا إصلاح. جلالة الملك طلع قبلكو وقالكو يا عمي بدنا إصلاح. نعم امشوا معه. نعم ما بيقدر يمشي لوحده، ما بيقدرش يمشي لوحده. نعم هو واجبه يضيء الطريق لنا، يحطنا على السكة، بس بنهاية المطاف احنا اللي بدنا نمشي. الأردنيين هم من سينشئ الحياة الحزبية الديمقراطية. هذا بيقودني إلى سؤال معالي، تفضل. هل الأحزاب جاهزة الآن للتصدي لهذا الواجب؟ هذه دعوة مفتوحة، هل الأحزاب جاهزة بشكلها الحالي؟ نعم بشكلها. أنا بحكي مع السياسي الآن. بشكلها الحالي لا أعتقد سيدي. شو الوصفة التي ترون أنها؟ أنا أرى أحزاب سياسية غير مشخصنة. نعم. لها برنامج. نعم. يعني أقدم حزب في المملكة الأردنية الهاشمية هو كان تحت مظلة في السابق جماعة الإخوان المسلمين، الآن جبهة العمل الإسلامي. نعم. يعني قربت مئويته من مئوية الدولة يعني. نعم. نعم. ولا يزال لا يوجد لديه برنامج شمولي، حزب متماسك ملتزم، تتفق معاه أو تختلف معه. نعم. لا تستطيع إلا أن تحترمه. نعم. وتحترم أداؤه والتزام. نعم. جماعته. ولكن أتحدى هذا الحزب إذا كان يعني لو بكرة جلالة سيدنا قال له شكل حكومة. نعم. وأعطيني برنامجك الاقتصادي الاجتماعي الخدماتي السياسي لهذا، لا أعتقد أنه عنده القدرة أن يقوم بذلك. هذا ما نحتاج له، نحتاج إلى أحزاب برامجية. ولذلك بالرسالة التي شكلت هذه اللجنة. نعم. تدرجت، ما قال سيدنا الله يطول عمره بكرة بدي أحزاب وبعد بكرة بدي إياها، ليس بين ليلة وضحاها. تدرج على. نعم. فترة 10 سنوات. نعم نعم 10 سنوات. أدعو الله أن تكون 10 سنوات كافية، ولكن ليس جلالة الملك من يقرر، نحن من نقرر إذا أردنا القيام بذلك. نعم. أو صح. لا أما إذا بدنا نصير نتنازع ونتناحر ما بين بعض، من هو رئيس الحزب، من هو الأمين العام، مين اللي بده يمثل الحزب للأكثرية إن كان في منصب وزير أو منصب رئيس وزراء، فهنا. نعم. لا أرى ضوء في آخر النفق، في آخر النفق إذا أخذنا هذا المسار. نعم. ولكن الأردني سياسي واعي. نعم. أعتقد بأن الأردني سيقوم بـ 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 بهذا الواجب على. هو خيار إصلاح كان خيارا ذاتيا. طبعاً. يعني ليش لم يفرض علينا. نعم. لم يفرض. نعم نعم. لم يفرض. المناوئ قال لك أكيد في فرض على الأردن. يا أبوي ما في فرض على الأردن أبدا. ليش بتشكك في أردنيتنا؟ نعم. ليش بتشكك في إرادتنا؟ نعم صح صحيح.
لما الأردن يا أخي أمريكا، يا أخي أمريكا تتفهم، الأردن وقف أمام نصف العالم نعم على موضوع القضية الفلسطينية وسيادة القدس صحيح في صفقة القرن صحيح، وكدنا أن نخسر كل شيء صحيح. نعم صحيح، مع أني أنا أقول لك، أقول لك يعني دول الشقيقة، دول الخليج، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي واليابان، يعني حقا قدموا للمملكة الأردنية الهاشمية الكثير الكثير. نعم. ويعني ساعدونا في الخروج من أزمات كثيرة في المجال الاقتصادي. نعم. والآن إن شاء الله حتى يعني في المجال العسكري من المساعدات العسكرية والأمنية، يعني في كل هذا. باشا، أنت كنت بالأمس في فعاليتين، فعالية مع الجيش العربي الحرس الملكي وفعالية مع بالأمس جلالة الملك يكرم المتقاعدين العسكريين والعاملين. نعم. وقربك أنت من العسكرية والأجهزة الأمنية، أنت لابد أنك يعني تحيط بموضوعة ما يجري على الحدود الشمالية. كيف تقرؤون يعني ما يحدث؟ هذا سؤالين. نعم. هذا سؤالين. نعم. السؤال الأول عجبني إحدى الصحف الإلكترونية وبدي أحكيها، يعني جفرة نيوز. نعم. حطت كلمة جدا عجبتني، الجود بالموجود. ما تقدم فيه جلالة الملك 100 دينار، في بعض الأشخاص ينظروا إلى 100 دينار، شو 100 دينار؟ ولكن تتكلم 100 دينار ل800,000. نعم. واحد، تتكلم بالنسبة لموازنة المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. أو موازنة كلفة، أي كلفة خيالية. نعم. نعم. ولكن هذه كلمة شكرا. صحيح. لرفع المعنوية، كلمة شكرا من جلالة الملك. نعم. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية. نعم. وتقدير لما تقوم به القوات المسلحة. نعم. والأجهزة الأمنية في عملها اليومي. نعم. وأيضا رفع من معنويات المتقاعدين العسكريين. أنتم في الذاكرة وفي القلب وفي، لن ننساكم. نعم صحيح. نعم. لن ننسى ما فعلتم. نعم. لهذا. صحيح. البلد. صحيح. هذا ما قاله جلالة الملك. نعم. في نفس الوقت لها عملية اقتصادية كبيرة جدا، لأنه كل فلس راح ينصب في السوق، يحرك طبعا احنا حيوية للاقتصاد. احنا بالنسبة. نعم. للأردن ضخ بالسوق 20 مليون. ببينوا. انا ما عندي الرقم يعني. بس انا لا اعتقد يعني العاملين يتجاوزوا 300 وكسور، العاملين 300 وكسور ألف. نعم. والمتقاعدين إذا ما كان ضعفه بده يكون 2.5. نعم. أو أكثر يعني. فتصور شوف هذا. نعم. نأتي إلى السؤال الثاني، واجب حماية الحدود بين دولتين هو مسؤولية الدولتين. نعم. عندما تنظر إحدى الدول وأعانها الله وصلح حالها، يصبح واجب إدامة الحد مضاعف على الدولة المستقرة وهي المملكة الأردنية الهاشمية. فما بالك دولة مستقرة نظامها هاشمي، شعبها نشمي، مجبولين كلهم مع بعض على الإنسانية وإغاثة الملهوف، وبالمقابل هناك جهات تستغل إنسانية هذه الدولة وعطف هذه الدولة وتسامح هذه الدولة واستيعاب هذه الدولة وتواضع هذا الملك لاستغلال خطوط اللجوء والخطوط الإنسانية لتهريب المواد السامة والأسلحة للقيام لا سمح الله بعمليات إرهابية أو إضعاف
بنية المجتمع بالمخدرات ونقلها أيضا إلى مواقع أخرى. فكل هذه يعني لذلك سمعت يعني يجب أن تتوقف عند سمعت لما أمر رئيس هيئة الأركان المشترك والرجل الأول في القوات المسلحة بعد القائد الأعلى جلالة الملك تغيير قواعد الاشتباك. ليش طلب تغيير قواعد الاشتباك؟ لأنه في الزمان كنت لازم تتأكد هل الشخص اللي بيقبل عليك هو لاجئ، هو هارب، طالب عون، طالب أكل، طالب مساعدة، فكان فعليا يوصل لك. طب هذا لما يوصل لك وانت أمنت عليه وفجأة وانه ساحب رشاش ومعتدي عليه. نعم صحيح. فعندما تغيرت قواعد الاشتباك أعلم الجميع شمال هذه الحدود بأنه الآن لا تقرب من الحدود الأردنية، لاجئاً أعذر من أنذر. خلاص وأنذرنا. هو فتح الأسلاك الشائكة كانت يعني علامة قوة وعلامة احترام وعناية بهذا اللاجئ. أمريكا اللي عندها أضخم قوة عسكرية بالعالم عدداً ولا وعدة. مش عدداً عدة وتكنولوجيا وأموال وتدريب وكل شيء، تبني حيطان وجدران وأسلاك شائكة وأنفاق. احنا فتحنا الأسلاك الشائكة. نعم صحيح. نعم. واقتصادنا ما شاء الله يعني حبة حبة ماشي. فيعني ولكن الآن تغيرت قواعد اللعبة. احنا من لا نستطيع أن نرى أبنائنا طبعا طبعا صحيح يستشهدوا لموضوع موضوع مهم، دفاع عن أرض الوطن، ولكن أيضا يجب أن يكون لهدف أسمى، أو يعني ليس يستشهد بشان مهرب مخدرات مع أنه هو دافع عن أرض الوطن. نعم صحيح. واستشهد. نعم. مدافع عن أرض. نعم. الوطن بديش أحكيها لأنه نعم سيدي. أنا بدي أقول أنه يعني نهنئ قواتنا المسلحة وجند الجيش العربي الذين أسكتوا ببنادقهم يعني كلها هذا الإرهاب والتهريب هم دائما يعني. ولكن وبإذن الله تعالى ربنا يعطينا طولة العمر أنت وأنا ومن يشاهدنا، سأذكرك في القريب العاجل أو اللاحق، الأردن لن يبقي من تسبب بهذه الحادثة حرا طليقا. الشهيد الأردني لن يذهب. دمه غالي. غالي علي. غالي. نعم. نعم. سنأخذ حقنا بإذن الله تعالى. نعم. نعم. ونذكر بعضنا البعض. نعم. أنت يعني معاليك يعني أنت من وسط هذا. لا 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 أنا. لا 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 من وسط هذا لا من وسط هذه البيئة العسكرية. نعم. التي تدرك وتعرف. دم الأردني. نعم. مش أي كلام. طيب باشا، الإرهاب ألوان وأنواع. والله اللي شفناه بآخر 20 سنة مش ألوان. ألوان لسه ما نزلت بألوان. نعم. الطيف. بتحس إنه انتهى الإرهاب أو لا 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 لا. نعم. الإرهاب متجدد بصور مختلفة. نعم. والإرهاب في كثير من الأحيان ليس فقط بندقية أو لغم أو قنبلة. الإرهاب له الإرهاب إرهاب نفسي، الإرهاب إرهاب عقائدي، الإرهاب إرهاب فكري، الإرهاب إرهاب سبراني تقني. نعم. يعني الحرب النفسية هي شكل من أشكال الحرب المعتمد يعني. نعم. فكثير من الأساليب تستعملها جهات، والآن ما كانت غير قادرة أن تقوم فيه إلا دول عظمى مع التكنولوجيا الجديدة أبونا، الآن أي فرد أو مجموعة من الأشخاص 3-4 يستطيع أن يقوم فيه بالتكنولوجيا اللي موجودة حالياً.
باشا بتحس انه وانتم بتذكرون الارهاب السبراني على بتحس انه هذا التنمر اللي بنشوفه هل هو نوع من الارهاب؟ التنمر الذي نراه على صفحات التواصل الاجتماعي هذا حرب نفسية، تنمر نفسي. نعم. إرهاب نفسي. نعم. نعم. إرهاب نفسي. وللأسف للأسف أنا هنا ألوم أمثالنا الوسطيين. نعم. المعتدلين اللي أعتقد مشكل فوق 90% من المجتمع الأردني. نعم. دائما ملتزمين الصمت ونترك المجال للقلة أن تتكلم باسم الجميع، أصحاب الأصوات العالية. نعم. أن تتكلم باسم الجميع. نعم. فيعني ومن يقرأ ومن ينظر من الخارج يعتقد بأنه هذه هي الأردن، يعتقد بأنه هذه هي الأردن. بتشوف باشا نتيجة كورونا وتحوراتها الخبيثة عم نشوف تباعد، وآثار هذا التباعد اجتماعيا موجودة. أنت من جيل العبط والمباوسة. أنت من جيل صنع تاريخ. بتحس بعد اللي بنشوفه الآن بسبب التباعد، وبتشوف شبابنا يعني اللي بنحبهم ونعول عليهم، هل هم يعني قادرين في المستقبل إن شاء الله أن يصنعوا التاريخ كما فعل؟ شوف القامات الكبيرة اللي عم نفقدها. لا أنا لي أمل كبير، وبعتقد هذه هي مرحلة انتقالية. نعم. وسنتجاوزها بإذن الله تعالى. وهنا من خلالك سيدي حقا أشكر جلالة الملك سمو ولي العهد وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها، على ما فعلوا وما قدموا للأردن والأردنيين في جائحة كورونا. حقا الخدمات اللي اجتنا من تطعيم، من فحوصات، من أدوية، من هذا في كثير من الدول العظمى غير موجودة. نعم. حقا. باشا بدي أرجع أنا للبدايات. تفضل. يعني بقدرش إحنا نشوف حسين باشا المجاري وما نتذكر رجعة جلالة الملك الله يرحمه، رحمة الله عليه، المغفور له الحسين. أنت كنت معه. بقدرش يعني نبعد عن هذا. إيش بتشركنا أنا والمشاهدين متابعينك في هذا المساء؟ إيش المواقف، أهم المواقف اللي لا يمكن تغيب عنك يعني مع الحسين العظيم؟ شوف، إحنا الآن أيام الوفاء والبيعة. نعم. شوف، رحمة الله عليه، يعني إذا بدك توصفه أجمل كلمة بقدر أوصفه فيها قائد إنسان. قائد إنسان فيه صفات القيادة والرجولة، وفي نفس الوقت لم يفقد إنسانيته. إذا نتكلم خاصة في يوم العودة وإحنا نازلين بالطيارة، وإنه بيقول لي يا حسين خبرهم بدي سجاد صلاة، لما نزل وصلى على أرض المطار. نعم. هذا في الطائرة كنا بعد ما هبطنا على المدرج، ويروح يدوروا، قاعدوا يدوروا على سجاجيد، لقوا في بعتقد محل هيك واحد من الشباب بيصلي، جابوا سجادة الصلاة تبعه وأقام الصلاة. فهاي وجدتها، حاولوا يقنعوه إنه ما يطلع من السيارة. إذا تذكر كان يوم ماطر عاصف، فقال هذا الشعب الذي يقف على يمين ويسار الطريق ألا يستحق أن أخرج من السيارة وأحييه؟ والله والله ومناعته كانت ضعيفة جدا. والله والله، وهذا اليوم اللي جمعنا، لما وصلنا قصره شلحته المعطف وشلحته الشماغ،
وكأنه الرجل رحمة الله عليه كان يسبح فيه أو كان يتحمم فيه. كنت ما يعني أنا أخذني فوق الساعتين ونص بس اللي أعيد اتزاني من ناحية شدة البرودة، وأنا كنت أقوم بواجب، مرات أنزل من السيارة أركض، مرات يعني كان في عندي حركة. وفي ذاك الوقت كان عمري 39 سنة، يعني لسه في عنفوان شبابي. نعم نعم. فهذا يدلك على احترامه للشعب وحبه للشعب. نعم. ويعكس حب الشعب واحترام الشعب لشخصه. هذه هي علاقة الأردني النشمي مع ملكه الهاشمي. نعم. أيا كان. نعم صحيح. من الملك المؤسس رحمة الله عليه وانتهاء بالملك المعزز أطال الله في عمره. قديش قعدت مع سيدنا الله يرحمه بما يكرنك؟ رحنا يا سيدي في شهر 7 ورجعنا بشهر 1 يعني 97 ورجعنا بشهر 1 99 على قعدنا أسبوع وردينا رجعنا مرة ثانية. بس تخللها، رحنا على بريطانيا لمدة 8 أيام، بس كنا يعني نقضي وقت 3 أسابيع في مايو كلينيك اللي هي في روتشستر. نعم. مينيسوتا. نعم. ورحنا نقعد أسبوع في واشنطن دي سي. هناك كان رحمة الله عليه يقوم في عمله السياسي ويتابع، وهو في شدة المرض لما اجتمعوا في 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 واشنطن. نعم. في في منطقة قريبة من دي سي اسمها واي ريفر في ماريلاند. نعم نعم يا سيدي. الاجتماع هذاك يعني كان جلالة الملك مبين عليه الله يرحمه تعب. نعم. شحوب وتعبان، انهاك المرض. بس كان اكثر يا اخي كان يبدو اكثر اشراقا من 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 كل اللي حواليه. شو في سر، في سر بمهابته. رسالته كانت السلام بالعالم. ربطته اللي كان يلبسها دائما في آخر 5 سنوات كان عليها دائما شعار السلام. رجل أحب السلام. قديش قعدت مرافق معه حسين باشا؟ أنا خدمت معه، كنت رجل ثاني ورابع وخامس وسادس. نعم. رجل أول من 94 ولغاية 99. لما راح على عمل العملية أول مرة. نعم. 92. أنت. نعم. كنت معه؟ لا ما كنت رجل أول. ولا كان رحمة الله عليه اللواء عواد سليم المساعيد. عواد سليم المساعيد. المساعيد، واستلم من عواد سليم مساعيد العميد مخلد الشوبكي. مخلد. وأنا استلمت من مخلد الشوبكي. لما زار زهران، إجا على زهران. نعم. كان الشوبكي مخلد اللواء عواد مساعيد كان عقيد بهذاك الوقت. نعم. مين اللي كان على السيارة بفوق؟ اثنين كانوا. نعم. المشهد، مشهد إكرام الأم لما رحمة الله عليه إجا وسلم على الملكة رحمة الله عليها الملكة زين رحمة الله، وكيف باس إيدها أمام يعني. أنت عندما تقول عن الملك حسين إنه قائد إنسان يعني فعلا، أنت ضيف على نورسات الفضائية ونورسات الأردن. وفي الأردن إحنا في هذه الأيام ما زلنا في أفياء أسبوع عالمي، هو أسبوع الوئام بين الأديان. نعم. وهي مبادرة التي قدمها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الوئام وملك السلام، واللي تكرمه كهاشمي وكملك أرد لهذا الوطن. تكرمه، كرمته شعوب كثيرة. شو بتقول عن الوئام الأردني؟ ما بنقدر، مش راح نخليك تطلع من هون باشا بدون ما نسمع منك تجربتك وشهادتك الكريمة. ستي، أول شيء ما فيش تجربة، يعني وجودي في هذا المكان وفي حضرتك أبونا هذا يعكس ما نظرة الأردني إلى الوئام. يا سلام. هذا يعكس، مش كل واحد فينا حامل رشاش ومسدده على الثاني. لا طبعا. ويضع ترس الدين. نعم.
ننسى الإنسانية؟ الإنسانية تجمعنا. وشو الرسالة، شو الرسالة اللي التي أنت تنقلها؟ أنا يا سيدي أنقل، والزميل اللي موجود معانا كان إلي حديث في 2010 لما قلت نحن قبل أن نكون مسلمين أو مسيحيين أو يهود نحن بشر، أنت إنسان وأنا إنسان، هدفنا الأسمى هو هدف واحد، لدينا اجتهادات في الوصول إليه، لا نختلف بنقطة البداية ولا نختلف في نقطة النهاية، نختلف بالأسلوب. أنت وأخوك من أمك وأبوك بدكم تروحوا على منطقة، أنت تأخذ طريق ويأخذ طريق، هذا لا يعني أنتم مختلفين. نعم على أي شيء. ما أقوله لصالح الإنسانية التي كرمها رب العباد، التي كرمها رب العباد وهي نعمة من رب العباد، يجب علينا أن نترفع عن سفاسف الأمور وننتقل إلى الهدف الأسمى، إلى الوئام، إلى التآخي، إلى الصدق، إلى التعامل الطيب ما بين بعضنا البعض. أنت لا تختلف عني وأنا لا أختلف عنك، أنا أذهب إلى الجامع وأنت تذهب إلى الكنيسة، ولكن نحن أردنيون أصحاب رسالة واحدة، فما يجمعنا قريب من 100%، وما ما بديش أقول ما يفرقنا لأنه ما في شيء يفرقنا، ما يجعلنا نختلف عن بعض بعض 1%، 2%. فالجوامع بيننا كإنسان وبشر هي أكبر بكثير مما قد يفرقنا. أدعو جميع الإخوة والأخوات المستمعين أن لا يسمحوا لأنفسهم بأن ينزلقوا وراء مهاترات ووراء جهل أصبحنا نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، جهل قاتل، هذا هو أسوأ أنواع الإرهاب سيدي. هذا إرهاب. نعم، وأنت يعني الكلام اللي تفضلت فيه أنت قلته بال2010 في احتفال في مدرسة الفرير، الفرير نعم، كلية دولاسال اللي هي أفتخر بأني تخرجت منها. إحنا يا سيد أنت خريج الفرير؟ أنا خريج الفرير. نعم، وليش طلبوني خرج؟ إحنا باشا يعني أيضا في هذه الأيام من عيد جلالة سيدنا، يعني صار 60 سنة، وفي 60 اللي هي يعني بدأنا مئوية ثانية الحمد لله. الهاشميون عندهم هذه الإنسانية، جلالة الملك بدل ما إحنا نعايده هو عايدنا، هو عايدنا، هو عايدنا. إيش بدنا نقول لجلالة الملك من نورسات الفضائية، من هنا، من هذا المكان التاريخي؟ كلمتين. نعم، امضي ونحن معك على العهد، مشان احنا نقول له شكرا. نعم، جلالة الملك هذاك اليوم في مناسبة واحدة، كان قبل 4 أسابيع أو 3 أسابيع، احنا مجموعة واقفين من ضمن مجموعات مختلفة، واقفين 5 أو 6، واحد منا عامل والباقي غير عاملي، بس تبوأنا مناصب مختلفة. نعم، فبيقولنا شكرا لما قدمتوا للوطن. قلت لا جلال سيدنا الله يطول عمره، قلت له والله يا سيدي انت اللي بتشكرنا، لا احنا لازم نقول لك شكرا. نعم طيب، احنا اللي بنشكرك. الله يطول عمره. نعم، احنا اللي بنشكرك. نعم، فحقا يعني امضي ونحن معك على العهد وعلى الوعد، و شكر الكثير والكلام الكثير والتعييش، لا اشتغل ساوي واجبك. نعم نعم، احسن شكر لجلالة الملك. نعم، وللأردن أكرمنا في الوطن من يخدم الوطن. الحمد لله. وأنت
من الكرام الذين خدموا هذا الوطن. أنت باشا يعني ابن الجدين رحم الله الشهيد هزاع المجاري والدك، ورحم الله خالك حابس باشا رحمة الله، وكثر الله من أمثالك. أنت حالة أردنية، نحن نفتخر. بدي أشكرك على تشريفك. ترى حكى معي امبارح بس امبارح 8:30 بالليل، وبعدين قلت له بقدر أقول لك لا؟ أعوذ بالله. بارك الله فيك، بارك الله فيك باشا، احنا نتشرف بك. شكرا سيدي، أكرمتمونا. شكرا. وأريد أن أشكر بالنيابة عن متابعي هذا البرنامج عينه على المشرق، أشكر معالي حسين باشا المجالي الذي هو كما ذكرنا حالة فريدة، اقترب من منارتين، وفي هذا المساء حاولنا أن نقترب معكم إليه وإلى قلبه وإلى خبرته، وأنا معه أدعو لكم بهناء الله ووافر النعم والبركات. شكرا لكم على المتابعة، وإلى لقاء في عين على المشرق في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين دمتم برعاية الله دوما. شكرا. شكرا أبونا. شكرا لك. شكرا سيدي. احنا أكرمتنا، والله أكرمتنا يا سيدي. لا بالعكس، أنا اللي تشرفت.